السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق الجزيرة للمواشي على اليوتيوب. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 2/8/2023 احنا في سوق البكارة في سوق الأعلاف جنوب محافظة الحسكة. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. احنا تحديدا عند الدلال ابو احمد البجاري. شباب نتعرف على اسعار القمح، اسعار الشعير، اسعار الخالة، كافة انواع الأعلاف. حياكم الله وبياكم. بيشب سألنا على الفول يا شباب، راح نسأل على اسعار الفول اذا موجود الفول. ابو احمد السلام عليكم. ابو احمد حياك. اهلا اهلا ابو غزل، شو رايك؟ الله يسعدك. الصباح على راسي يا ابو احمد. حياك. الاسعار ابو احمد، والله الاسعار متدينه يا حبيب القلب. الطنطا ايه ذهب تماما. ذهب انت الذهب يا ابو احمد. ايه 3600. أيوة. حنطة رفع. رفع. نعم. علبة ذارة. غيره أبو أحمد شنو أسعارها؟ 3400، 3500. تمام. بالنسبة للأسعار. أقل من 400 بي؟ والله عندنا ما. تمام. بيع قصدي على إيه؟ عليها. اليوم كل الحبة على الحنطة. تمام. جاي يروح مونة بذار شنو؟ والله شبه مونة. توريد ما بي؟ إيه توريد ما بي. شبه مونة. شبه مونة. الشراي عارفاني وين يأخذ مونة. تماما. أيوة. الشعير؟ الشعير 3300 وما دون. الاسود ولا ابرش عادي؟ لا ما ابي اسود. اسود 3.5 فوق. يعني الشعير بين يعني 3300 وتحت. ايوه. وبراشستان على بياض 3000. ونقاوه 500. نقاوه 500 ايه. من قولات واحد يقول لي نقاوه. نقاوه ايه. ايه تمام. الخبز انخاله. انخاله 1800. الصراحه يعني فرت. انخاله شغل المطاحن يعني شغل. المطاحن كلها تعرف انت. تماما. والخبز؟ الخبز والله ما عندي خبز. ما اعرف سعره 500 600 ما اعرف على شو بيش الخبز على نفس السعر 1800. مشان اشوفك عند لال الشلاف مو شيء. لا راح 1800 تقريبا. انا بعته بعته تماما. الشعير بيع عليه طلب واحمد بيسحب عليه. والله يسحبه ضعيف. ايوه. اما الحنطه زين. الحنطه خالصه يعني لو ما يجيب لك شوارد حنطه شوارد شعير يبيعها. الحنطه اليوم بعنا خالص. قش بعت قش كامل. قش هسه على السياره تجينا وبنوزع. تماما. يا خماس خذ خمسه. اللي يعني انت ابو احمد هاي بشره اللي يريد بشره ساره اللي يريد يريدون المونه. ايوه. ياخذون 3200 3400 مونه. تماما. ايه. هاي احنا مثل ما توقعنا. ايه اسعار تظل كذا يعني. ايوه. هذا بذار دح شوفتك يا 3600. ايه ممتازه. هاي زينه كويسه. ممتازه درجه اولى. اي نعم. انت رشت هاي. طيب هاي كله طري ابو احمد. طري. طري عذي؟ لا سخي. سخي. ايه. طيب قاسي جاك شيء؟ اسعار القاسي؟ لا. كل اسعار عند بعض. عند بعض. عند بعضه. طيب سألنا احد المتابعين عن الفول. تجي ما عندنا ولا نعرف سعره ولا ما ما انا ما اسولف شيء اذا ما اعرف سعره. احنا كالاعلاف ما عندنا غير خبز ونخاله. عندنا نخاله وخبز وشعير. ثمن قليله جدا. ايه تجينا اليوم سعر هذا. وعندنا اكثر شيء اللي يجينا الشعير والحنطه. تمام روح الله يجزاك خير يا ابو احمد. ونعم منك ابو احمد البجاري. على راسي يا خالد. هاي الاسعار يا شباب بشكل عام الاسعار ماشي حالها مناسبه تقريبا للكل يعني تقريبا. حياكم الله. الحنطه جت تراوح اسعارها النقاوه الرفع 3600. الحنطه المونه 3400 3300. الشعير 3300 3500. الشعير الكويس الاسود. الخبز 1800 والخاله 1800.